بينما يستعد الرئيس الأوكراني الجديد فيكتور يانوكوفيتش لتولي مهامه رسميا الأسبوع القادم أمام البرلمان، سارعت رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو إلى الطعن في نتائج الانتخابات التي فاز بها غريمها بفارق بسيط. ووسط جموع من أنصارها الذين يحملون صناديق مكدسة بالوثائق ويقولون إنها أدلة على مزاعم التزوير التي وقعت أثناء الاقتراع، وقفت تيموشينكو أمام باب المحكمة الإدارية العليا كي تناور بآخر ورقة في جعبتها للبقاء في السلطة. نتائج الانتخابات الأخيرة زادت حدة التوتر في البرلمان الأوكراني بين معسكر تيموشينكو الذي يسعى للاحتفاظ برئاسة الوزراء، بينما يحاول معسكر يانوكوفيتش تشكيل تحالف جديد لإزاحة تيموشينكو التي تعد واحدا من الرموز الباقية من الثورة البرتقالية. ورغم أن قليلا من المراقبين يتوقعون نجاح الدعوة التي قدمتها تيموشينكو، إلا أنها لا تبدو مستعدة للتنازل عن السلطة بسهولة. بالنسبة لي هذه ليست معركة قانونية حول نتائج الانتخابات، إنها معركة لإثبات حدوث تزوير على نطاق واسع خلال عملية الاقتراع. إنني هنا لحماية البلاد من القوى المعادية لأوكرانيا، القوى التي تسعى لاجتثاث بذور الديمقراطية في أوكرانيا. أما بالنسبة للرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو الذي جاء إلى السلطة بعد ثورة الشوارع العام 2004، فالأمر عنده سيان بين حليفته السابقة تيموشينكو وغريمه السابق يانوكوفيتش. سواء كان الفائز في هذه الانتخابات تيموشينكو أو يانوكوفيتش، فكلاهما يمثل موسكو. حتى إن فازت تيموشينكو في الانتخابات فإن هذا لا يعد خيبة أمل للكريملين، لأن كلاهما سيتبنى سياسة موالية لروسيا. حالة التخبط السياسي التي تسود أوكرانيا عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات قد تهدد التعافي الاقتصادي المبكر الذي حققته البلاد في الآونة الأخيرة، فضلا عن تعطيل المصادقة على قانون الموازنة العام للعام 2010 وعرقلة استئناف برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي. فمهما كانت نتائج الدعوة التي قدمتها تيموشينكو، ورغم أن كثيرين من المراقبين يتوقعون عودتها إلى المعارضة، إلا أنه من الصعب التكهن بأمد الأزمة السياسية الراهنة. عبد القادر بلحاج، بي بي سي.